ممكن افهم الكلام اللي بيتقال ده معناه ايه؟ يعني ايه عايزين الفيلم يتوقف؟ انا اتكلمت مع المحامي بتاعي والمحامي بتاع استاذ نعمان، والتفاصيل اللي في الفيلم ممكن تضر اسامينا. كناس عندها بيزنس كبير شغال، كاسم عيله معروف. اكيد حضرتك مقدر وفاهم ان حياتنا لما تتعرض بالشكل ده الموضوع ممكن يتاخد ازاي. طيب بص يا استاذه ياسمين، او خليني اقول لك ياسمين كده على طول علشان نقصر، لو انتي والاستاذ فاكرين انكم بتوع بيزنس فانا بالتاكيد مش فنان. المنتج في السينما هو البيزنس ذات نفسه. اوعوا تكونوا فاكرين ان انا فاتح صدري وداخل عمال اصرف واكلف عشان حضراتكم تيجوا في الاخر تقولوا لي لا مش عاجبنا عايزين نوقف الفيلم. تبقوا غلطانين، انا سبتكم تقروا بس عشان تطمنوا، لكن تقولوا لي الفيلم يقف اسف، الفيلم هيكمل عادي جدا. يا استاذ سامح، احنا جايين ناخد وندي في الكلام، انا مش فاهم انت قلبتها ليه على ان احنا خصوم دلوقتي. حضراتكم القعده اللي فاتت طلبتوا اني اغير المؤلفه امين، مريم فخر الدين خلاص ملهاش اي علاقه بالفيلم، واظن عرفت ده من الاخبار. بغض النظر مين اللي هيكتب الفيلم، اللي كتب الفيلم استاذ حسن فخر الدين، وكاتبه عننا وباسامينا وصفاتنا الشخصيه. اعتقد ان احنا من حقنا نرفض. من حقكم طبعا، من حقكم ترفضوا، من حقكم تتضايقوا، من حقكم توقفوا الفيلم اسف، مش من حقكم. يعني ايه؟ هتعمل غصب عننا؟ واضح بس ان استاذ نعمان واقع من الذاكره عنده مين اللي معاه حقوق ريفو وحقوق قصه ريفو. شكلك ناسي العقد اللي مضيته انت واصحابك مع حسن فخر الدين. مستنياك تفهمني. لما اتفقنا مع حسن ان بقى مدير اعمالنا والمنتج ليها، شادي خلانا نمضي معاه عقد اداره البند. وقتها محدش فينا كان متخيل احنا ممكن نوصل لايه او ننجح ازاي مع الناس. العقد ده كان فيه حقوق قصه ريفو، وواضح ان حسن اداها لسامح لما قرر ينتج الفيلم. هو انت ازاي ما تقوليش حاجه زي دي؟ انا نفسي ما كنتش فاكر يا ياسمين، دي حاجه فات عليها 20 سنه، يعني انت كنت هتعملي ايه يعني؟ شويه عيال مش درانين بحاجه، ورطتوا نفسكم واديكم ورطتني معاكم. محدش فيكم فكر ساعتها العقد ده هيبقى نتيجته ايه دلوقتي. ياسمين انت عارفه علاقه شادي بحسن كانت ايه، ومحدش فينا كان عارف اللي هيحصل لشادي، حتى انت وبالذات انت. عندك حل ولا اتصرف انا؟ اللي سامح ما قالوش ان احنا الاربعه ممكن نبطل العقد، يعني عشان الفيلم ده ما يتعملش لازم احنا الاربعه ما نوافقش. ودلوقتي مريم بنت حسن بره الفيلم، يعني ماجد ومروان ما لهمش حاجه يكملوا، وانا وقباظه انت عارفه موقفنا ايه. يبقى انتوا الاربعه لازم ترفضوا رسمي قدام سامح ده ان الفيلم يتعمل عنكم، وفي نفس الوقت لازم تقلب الدنيا على العقد ده وتجيبهولي اخلي محامي يبص عليه. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.